ايوه يا معلم، بدنا نحرق اليوم اللايكات، زر اللايكات بدنا اياه يفرك، يضل يفرك. اليوم في عندنا تحديث ريدمي نوت 9 برو، هيو تحديثه 13.04، هنخليه ان شاء الله 14، واحنا هنا عملنا تحديث سابق للريدمي نوت 9 اس تحديث 14.03. اليوم ال 14.03 الموجود هنا هيصير عندنا على ال 9 اس وهينتقل على ريدمي نوت 9 برو. كونوا معنا الان، لايكات لايكات لايكات، وخلينا ندخل على التفاصيل المفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم وحبيبكم إيهاب الصرافندي من قناة إيهاب تي في. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. ريدمي نوت 9 أس، ريدمي نوت 9 برو، تحديث 14.03 وصل، والتحديث اليوم إن شاء الله في خلال الفيديو هننزله. هاي هنزلناه على 9 أس وهننزله على 9 برو. خلينا نحط جهاز التسعة أس على ناحية ونمسك جهاز التسعة برو. أول حاجة لازم قبل ما تبدأ أنت تشوف الأمور هذه، تمسك جهازك وتيجي على الإعدادات، وبعد الإعدادات تيجي على حول الهاتف، وبعد حول الهاتف في عنا إصدار MIUI. مكتوب عنا هنا في القوس بين قوسين في عنا أحرف، الأحرف الموجودة عنا SJZMIXM. قبل ما نعب انت يعني تعمل تحديث لازم يكون عندك هذه الاحرف علشان التحديث يزبط عندك، اذا ما كانش عندك هيك مش هيزبط، لانه احنا هننزل للنسخه العالميه. وايش يعني النسخه العالميه؟ النسخه العالميه بتكون موجوده وين ما اجى، بتشتغل وين ما اجى. شاومي بتعمل نسختين، او كل الشركات الصينيه، عندك ريلمي، عندك اوبو، فيفو، بيعمل نسختين، نسخه للصين بينزلوها في الاول ونسخه للعالم. وبالمناسبه ريدمي نوت 9 اس وحرف الاس هذا في الصين ما بيعملوا، بيعملوا 9 برو، بيعملوا 9، بيعملوا برو ماكس، وهكذا حاجات برو ماكس وشيء. الأس بيعملوا للإصدارات العالمية. التحديث اللي موجود عندنا هذا اللي بدنا نعمل له ال 9 برو السابق، تحديث الأندرويد الأمان ل 1.12، هيصير تحديث أمان جديد ل 1.2 زي ما هو موجود هنا. هيكون عندنا بصندوق الوصف 2 روابط هنحملهم. هتحملهم صح، هتضلك تحمل فيهم، لما تحملهم صح ينزلوا كاملا، لما يقولك اكتمل التنزيل. لما انا بحملهم بينزلوا وين؟ بينزلوا في مدير الملفات في منطقة هذه خاصة بالداونلود، اسمها نيجي هنا اسمها داونلود. هيكون في عندنا تحديث 13.04 هننزله و 14.03. بعد ما تنزلهم بدي تعمل الحركة هذه، بعد ما تنزلهم تيجي على الاعدادات وتيجي على حول الهاتف وتيجي على اصدار 13، هذا 13.04 تنقر عليه زي هيك. بعدين رقم 13 اللون الملون هذا هتنقر عليه 8 مرات ورا بعض، عشان في كلمة هنا لازم تظهر عندك قبل ما تعمل أي حاجة. 1 2 3 4 5 6 7 8، هي ظاهرة من عندي، ميزات المحدث الإضافية مشغلة، لازم تظهر عندك ميزات المحدث الإضافية مشغلة. بعد هيك نيجي على الثلاث نقاط، ونيجي على اختيار حزمة التحديث، ونيجي على الثلاث شرط، ونختار اسم الجهاز ريدمي نوت 9 برو. وبعدين هنيجي على الداونلود المكان اللي نزل فيه اللي هو التحديثات، وبعدين هنيجي على رقم 14.03 ننزلها. اول حاجه تعمل المحاوله هذه قبل ما تعمل المحاوله الثانيه، هذه المحاوله الاولى، لانه هذا الفيديو موجود، يعني في ناس هينزلوا اليوم، في ناس هينزلوا بكره، في ناس هينزلوا كمان شهر، هتعمل جار الحصول على المعلومات. شوف شو يكتب لك الان، يقول لك هذا الروم متوفر للمختبرين، رغم انه انا من ضمن الناس يعني المسجلين، لكن ما اجاش. خلاص مش مشكله، هنحل المشكله، هنقول له يا عمي ماشي الحال، بارك الله في حسناتك، وانت زلمه طيب ما قصرت، احنا اللي قصرنا، ونقول له موافق، لكن احنا ما قصرناش، انت اللي قصرت بينه وبينك. يعني نيجي على الثلاث نقاط المحاوله الثانيه، اذا ما زبط الشيك معك نيجي على اختيار حزمه التحديث، ونختار 13.04 الموجود على الجهاز نفسه، نختار 13.04. تمام التمام، بيقول لي هنا سيتم إعادة تشغيل جهازك تلقائيا للتحديث لمين؟ لـ MIUI 13.04 الموجود على الجهاز. نقول له بارك الله في حسناتك، وأنا هاي اللي بدي إياه. باجي بعمل زي هيك، وباجي على مدير الملفات، وباجي على الداونلود اللي أنا بدي إياها، باجي على 13.04، طلعش بدي أعملها، ركز معي، 13.04 أضغط ضغطة طويلة عليها، وباجي على الثلاث نقاط اللي هم بقول إعادة تسمية، بحددها كلها، تمام؟ بحددها تحديد الكل، حددها كلها، بعمل نسخ، بشطب زد اي بي وكمان صفر وكمان، يعني بشطب لكمان شغل من هنا، بغير اسمها بس شطب حسنا
وموافق احكي اللي بده اياه. نيجي على هذا الـ14 ضغطة طويلة على الثلاث نقاط، إعادة تسمية، نشطب كل حاجة، ما نخليش ولا حاجة ولا أي نقطة. اللي نسخناها نحطه لصق الآن، وهي اللي نسخناه لصق. حسنا تمام، نيجي على مكانها. بسم الله بسم الله، إعادة التشغيل والتحديث. الآن هنضغط بسم الله الرحمن الرحيم، جاري فك التشفير، والآن سيتم التحديث إن شاء الله. زي ما احنا شايفين التحديث هي انتهى تقريبا 5 دقائق، بس احنا نسهين عليهم شوي. نيجي على الاعدادات ونيجي على حول الهاتف، وهي 1403 ريدمي 9 ريدمي 9 برو. ومبارك عليكم التحديث يا غاليين، وهي نزل التحديث، والتحديث على الاندرويد، وهو الاندرويد 12 مش الاندرويد 13. كل فئة التسعة كان المفروض ما ينزلهاش، لكن قالوا احنا هننزلها على اندرويد 12 عشان يكون أداء الجهاز وتحسين أمان الأندرويد لواحد اثنين. والجهاز عندنا 6 جيجا رام. ولو أجينا على الإعدادات الإضافية نشوف هنا الإعدادات الإضافية، وفي عندنا هنا توسيع الذاكرة 2 جيجا، نفس الشيء. وهذا التحديث الآن يعني كلكم هتقدروا تنزلوه. نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.